بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. نرحب بالإخوة والأخوات أجمل الترحيب مع لقاء الأربعاء، هذا اللقاء الطيب المبارك يجمعنا بفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيجيب مشكورا على أسئلتكم واستفساراتكم في لقاء الأربعاء. أهلا ومرحبا فضيلة الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. نبدأ بتفسير الآيات المباركات من سورة الأنعام في قول الحق تبارك وتعالى: إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذه الآيات الكريمات من سورة الأنعام يبين الله سبحانه وتعالى آياته الكونية الدالة على ربوبيته وقدرته واستحقاقه للعبادة دون سواه، فيقول سبحانه: إن الله فالق الحب والنوى. الحب المراد به حب الزرع الذي يبذر في الأرض، والنوى مراد به ما في التمر من الفصم اللي يسمى الفصم. والله جل وعلا يفلق الحبة اليابسة فيفتحها ويخرج منها النبات والعروق، النبات لأعلى والورق والأغصان والعروق إلى أسفل ليثبتها في الأرض بعد أن كانت ميتة يابسة، فلقها الله سبحانه وتعالى عن النبات. وكذلك النواة يفلقها الله، تخرج منها النخلة من النواة وهي في الأصل يابسة ميتة، ثم تخرج منها نبات النخلة شيء إلى أعلى وشيء إلى أسفل، العروق إلى أسفل وأصل النخلة إلى أعلى. فهذا دليل على قدرته وإحيائه للأموات. ثم قال: يخرج الحي من الميت، مثلا يخرج الفرخ من البيضة، بيضة ميتة والفرخ حي. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، يخرج البيضة من الدجاجة أو من الطائر، البيضة ميتة والطائر حي. وكذلك يخرج الكافر من المؤمن،
المؤمن حي والكافر ميت، ويخرج الميت من الحي، يخرج الكافر من المؤمن ويخرج المؤمن من الكافر. فهذا من آثار قدرته سبحانه وتعالى. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، فهذا من عجائب قدرة الله. ذلكم الله، ذلكم الذي يقدر على هذه العجائب، الله المستحق للعبادة سبحانه وتعالى، دون الأصنام والأشجار والأحجار والقبور التي لا تقدر على شيء. فالق الإصباح، نحن في ظلام الليل ثم ينفلق الإصباح والنور عند طلوع الفجر. وجعل الليل سكنا يسكن فيه الناس وينامون، يسكنون في بيوتهم ومضاجعهم وينامون. والشمس والقمر حسبانا، الله جل وعلا جعل سير الشمس وسير القمر دليلين على الحساب، الليل والنهار. سير الشمس والقمر، سير الشمس يتكون منه النهار والليل، والقمر نور، جعل القمر فيهن نورا، والشمس، والله جعل الشمس سراجا والقمر نورا، وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا. ذلك التصرف، تقدير العزيز العليم. الله قدر سير الشمس وسير القمر ومجيء الليل ومجيء النهار وتنقضي الأيام والأشهر والسنين، مبنية على هذا الحساب، ولا يتخلف ولا يختل هذا الحساب، لأن الله قدره جل وعلا فلا يتغير. تقدير العزيز، العزيز هو القوي الذي لا يعجزه شيء، العليم الذي لا يخفى عليه شيء، فهو أوجد هذه الأشياء بعزته وقدرته سبحانه وتعالى. ثم قال: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. النجوم التي في السماء لها ثلاث فوائد: علامات يهتدي بها المسافر في سفره إلى الاتجاه الذي يريده، ورجوما للشياطين، فهي رجوم للشياطين الذين يسترقون السمع، وهي أيضا علامات يهتدي بها المسافر ويهتدي إلى طريقه في الليل. الليل لا يبصر الجبال ولا يبصر ما أمامه، وكذلك في البحار، السفن في البحار تهتدي بالنجوم وعلامات، وبالنجم هم يهتدون. في ظلمات البر والبحر، ذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. ما يعرف هذا إلا العلماء الذين يتبصرون في آيات الله سبحانه وتعالى ويستدلون بها على قدرته جل وعلا. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البحر البر والبحر، كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة، وهي آدم عليه السلام. كل البشرية من نفس واحدة وهي آدم
وحواء، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، إنا خلقناكم من ذكر وهو آدم وأنثى وهي حواء زوجه. هو الذي أنشأكم من نفس واحدة، فمستقر ومستودع، مستقر في أصلاب الرجال والمستودع في أو المستودع في أصلاب الرجال والمقر في أرحام النساء، ثم تخرج المواليد والذرية والتناسل. فهذا من عجائب قدرته سبحانه وتعالى، مستقر ومستودع. فالله جل وعلا فصل آياته وبيناته الدالة على قدرته والدالة على استحقاقه للعبادة وحده دون سواه، ممن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. نعم. أحسن الله إليكم. بعد أن وقفنا مع تفسير هذه الآيات المباركات من سورة الأنعام، نبدأ باتصالات الإخوة والأخوات، وناخذ الأخ عبد الله من الطائف. وأرجو يا عبد الله أن تكلمنا من الهاتف وتكون بعيد عن التلفزيون، تقصر التلفزيون شوي. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. كيف حالك يا شيخ طه؟ أسعد الله. عليكم السلام. خير. شيخ أنا عندي سؤال. شيخ السؤال الأول، شيخ ما حكم الجمع بين وظيفة رخصة محاماة مع وظيفة مهنية أخرى يا شيخ؟ هل التكفل من هذه الوظيفة محرم يا شيخ، سواء المحاماة أو إذا اختلطت به وظيفة أخرى وفقا على غير وفق الأمر؟ هل هي معصية لولي أمر أو أن المال حرام يا شيخ؟ السؤال الثاني يا شيخ، شيخ في كتاب العدل يا شيخ والقضاء في وزارة العدل يا شيخ يصلح لهم سيارة يا شيخ تكون بالدوام يا شيخ، شيخ هل يجوز استخدامها خارج الدوام؟ طيب. أسمح يا شيخ أن الشيخ صالح الحيدان يفتي بجواز خروجها خارج الدوام مع تأدية الوقود من قبل القاضي ومن قبل كاتب العدل. هل يا شيخ يجوز هذا الشيء؟ شكرا. نعم، السؤال الأول يسأل عن الجمع بين المحاماة ووظيفة أخرى مهنية. الموظفون لهم نظام لا بد من التمشي عليه، فإذا كان النظام يجيز أن تشتغل بعمل آخر مع الوظيفة فلا بأس، أما إذا كان يمنع من هذا فهو لا يجوز. قال صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. وهذا شرط وضعه ولي الأمر لمصلحة العمل ومصلحة الناس، فلا تجوز مخالفته. نعم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: أريد أن أسأل الشيخ صالح عن خطب الجمعة التي ألقاها الرسول صلى الله عليه وسلم في عهده، هل دونت؟ نعم، هي مدونة في كتب السنة، مدونة في كتب السنة، وقد جمعها بعض المعاصرين في كتاب بعنوان خطب الرسول صلى الله عليه وسلم، فراجعها. نعم. تفضل يا محمد معنا على الخط. محمد. السلام عليكم. عليكم السلام. عندي سؤالين لو سمحت. تفضل. السؤال الأول، إذا دخلت المسجد الآن وحصلت واحد يكمل الصلاة، هل يجوز لي أكمل أصلي معه الجماعة؟ انتظر جماعة أخرى يدخلون وصل معهم، ترى فيه استعداد. طيب، قصر التلفزيون اللي عندك. سؤالك الثاني محمد. السؤال الثاني، ما حكم أكرمكم الله تبول الشخص واقف، وهل في أدلة في ذلك أم لا؟ يجوز عند الحاجة، يجوز هذا عند الحاجة، إذا كان ما تستطيع الجلوس أو كان المكان لا يناسب الجلوس فيه فإنك تتبول وأنت واقف، لكن تتحفظ من رشاش البول، وهذا شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم عند الحاجة، بال وهو واقف عند الحاجة لما كان في رجله الوجع الذي
يصعب عليه الجلوس معه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ورد أن الحسنات يذهبن السيئات، فهل السيئات أيضا يا شيخ تذهب بالحسنات؟ نعم، الشرك يذهب بالحسنات، هيئات الشرك تذهب بالحسنات، والشرك مبطل لجميع الأعمال والعياذ بالله. وكذلك الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، وكذلك المظالم، مظالم العباد تأخذ الحسنات للمظلومين فيقتص من حسناته يوم القيامة للمظلومين. فعلى المسلم أن يحافظ على حسناته وعلى أعماله الصالحة، كذلك الغيبة والنميمة، فإن عمل المسلم إذا كان يغتاب الناس أو ينم بين الناس فإن هذا يذهب بحسناته. فعلى المسلم أنه يحافظ على عمله من المؤثرات ومن المبطلات والمهلكات. نعم. معنا منصور من الرياض على الخط، تفضل منصور. السلام عليكم. السلام. كيف حالك يا شيخ الله يحفظك؟ حياك الله يا شيخ الله يحفظك. رفيع ارتداد. هل الدعاء الله يحفظك يرد المكتوب او طيب. يمنع المكتوب؟ لو سمحت اقصر التلفزيون شوي. طيب حلو. شكرا شكرا. الدعاء يا اخي من القدر، اذا دعوت فقد قدر الله انك تدعو، فلا يتعارض مع القدر، لأن الدعاء من القدر، وكل أعمال العبد مقدرة ومكتوبة. نعم. يسأل هذا السائل يا شيخ عن كتاب تيسير الوصول إلى علم الأصول. كتاب طيب مختصر طيب في علم أصول الفقه. نعم. يقول السائل يا شيخ: رجل يتقرب إلى الله بذبيحة لكن في غير وقت الأضحية، لا مانع من ذلك إذا لم ينويها أضحية وإنما نواها صدقة فلا بأس بذلك، لا سيما إذا تصدق بها ووزعها على المحتاجين. نعم. أرسلت لنا إحدى الأخوات سؤال تقول فيه: شيخ صالح، تشاجرت أنا وزوجي وصدر مني ألفاظ بذيئة تجاهه وبادلني نفس الشتائم ونحن في مشعري منها، وكان ذلك في اليوم السابع من ذي الحجة، هل حجنا صحيح وهل علينا كفارة؟ حجكم صحيح إن شاء الله، وتأثمون على ما حصل بينكما من الكلمات النابية، فعليكم بالاستغفار والتوبة إلى الله. قال الله جل وعلا: الحج أشهر معلومات، ومن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فالمحرم يحافظ على إحرامه من المؤثرات. وعلى كل حال، ما حصل منكم خطأ فعليكما أن تتسامحا وأن تستغفر الله مما حصل في إحرامكم. نعم. طيب، معنا عبد الرحمن، وأرجو منك أخ عبد الرحمن أن تقصر التلفزيون شوي خوفا من الارتداد والصدى. تفضل عبد الرحمن. السلام عليكم يا شيخ. السلام. مساكم الله بالخير. حياك الله. تفضل. مساك الله بالخير. لدي سؤالين الله يحفظك. تفضل. السؤال الأول: نعم. كنت مسافرا يوما وصادفني صلاة الجمعة وتوقفت لأداء الصلاة مع الجماعة، وبعد انتهاء الصلاة مع الجماعة قمت بصلاة العصر قصرا، فهل فعلي هذا جائز أم إعادة صلاة العصر؟ وجزاكم الله خيرا. لا، ما هو بجائز. العصر لا تجمع مع الجمعة، لأن هذا شيء لم يرد به دليل، لم يرد به دليل. وأيضا العصر ليست من جنس الجمعة، إنما العصر تجمع مع الظهر، والجمعة ليست بظهر، صلاة مستقلة. ولم يرد عن السلف أنهم كانوا يعملون هذا، فتعيد صلاة الظهر بارك الله فيك، العصر تعيد صلاة العصر بارك الله فيك. نعم. جزاك الله خير يا شيخ. فضلت الشيخ صالح. والسؤال الثاني يا شيخ الله يحفظك:
في لدي عندي عمالة غير مسلمين يعملون عندي في ورشة، فهل يأثم صاحب العمل كانوا غير مسلمين؟ نعم، لا يستقدم غير المسلمين إلى بلاد المسلمين، والحمد لله العمال من المسلمين كثيرون ومحتاجون، فاستقدم من العمالة المسلمة ولا تستقدم من العمالة الكافرة. نعم، شكرا يا أخي عبد الرحمن. يقول السائل: ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه نهى عن قتل بعض الحشرات مثل النمل، هل يشمل هذا يا شيخ ما يسمى عند العامة بالذر والقعر وغيرها؟ كل الحشرات والحيوانات والسباع والكلاب، هذه السباع تذبح لأن تقتل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلب العقور، والسباع هي من الكلب العقور، ولكن غير السباع مما لا يؤذي، ما لا يؤذي من الحيوانات ومن الحشرات إنه لا يقتل إلا إذا كان مؤذيا ولا يندفع أذاه إلا بقتله، فإنه يقتل دفعا لأذاه. نعم. طيب، معنا سلمان من الدوادمي. سلمان لو سمحت قصر التلفزيون شوي، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. السلام. تفضل. مساك الله بالخير يا شيخ صالح. مساك الله بالخير. أني أحبك في الله يا شيخ. جزاك الله خيرا. ترى في ارتداد. سلمان قصر التلفزيون شوي. ابشر. تفضل. سؤالي: اذا سنه العشاء الراتبه هذه، مثلا صليت ركعتين وصليت الوتر وقمت اخر الليل، هل يجوز اني اتسنن ولا؟ اي نعم، تسنن وصل ما تيسر لك من اخر الليل، ولا تكرر الوتر، يكفي الوتر الاول الذي في اول الليل. جزاك نعم. الله خير يا شيخ. أحسن الله إليكم. يقول السائل: يا شيخ، إذا دخلت مجلسا وسلمت على الحضور مصافحة باليد، هل هذا جائز شرعا؟ نعم، لا بأس بذلك، المصافحة فيها فضل، إذا التقى المسلمان تصافحا تحاتت ذنوبهما كما يتحات ورق الشجر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا الشخص: أنا رأيت شخص في المنام رؤيا لا يدري هل هي من الرؤيا الحسنة أو من الحلم أو هي تحذير من شيء، ما الموقف الشرعي نحوها؟ الموقف الشرعي نحوها أن تذهب إلى من يعبرون الرؤيا وتسألهم عنها. نعم. أحسن الله إليكم. معنا المتصل. من؟ متصل معنا. طلال من تبوك، تفضل يا طلال. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. ابغى اسال الشيخ سؤال، الله يجزاك. تفضل. حكم مشاركة المرأة في مجلس الشورى مع الدليل. طيب. نعم. فضيلة الشيخ، تردنا أسئلة كثيرة حول التوحيد الخالص، كيف يحقق المسلم التوحيد الخالص ويكون مقبولا إن شاء الله؟ أن يتجنب الشرك، يحقق التوحيد باجتناب الشرك واجتناب البدع والذنوب والسيئات، وإذا حصل منه شيء يبادر بالتوبة إلى الله، لأن الشرك يبطل التوحيد، أي إذا كان شركا أكبر، وإذا كان شركا أصغر ينقص التوحيد، والبدع والذنوب أيضا تنقص كمال التوحيد، فتحقيق التوحيد هو بتجنب المحرمات والمكروهات وبعض المباحات احتياطا، كما هي حالة السابقين والمقربين الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا يسأل يا شيخ عن السلام والإمام يخطب. لا يجوز السلام والإمام يخطب، ولا يجوز
لمن سمعه أن ينهاه حال الخطبة، فإذا فرغت الخطبة فإنه يرشد هذا وقال لا تعود لمثل هذا وقت الخطبة. نعم. محمد من حائل معنا على الخط. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. بل عندك سؤالي بالقرآن، قال الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. طيب. اللي يرضع أكثر من حولين هل هذا جائز يا شيخ؟ لأني أذكر أنا اللي قبل 40 سنة كذا كان يوقفن يا غلق سنتين. وهل اللي ما ترضع ابنها الآن بدون عذر هل هي عاصية هذه الآية وعليها ذنب؟ شكرا. نعم، مدة الرضاع حولان كاملان لمن أراد أن يتم الرضاعة، فما دام المولود لا يتغذى إلا بالحليب فإنه يرضع بالحليب، فإذا بلغ الحولين يفطم إذا كان استغنى عن الرضاع بأكل الطعام فإنه يفطم عند تمام الحولين. نعم. أحسن الله إليكم. أم ثامر تقول يا شيخ بأنها توفيت أختها وكان عليها أيام من رمضان لم تقضيها حتى الآن، ويسأل الأبناء الآن يريدون أن يقضوا عن أمهم، وما مصير هذه الأيام؟ نعم، إذا كان لها أقارب أو لها من يصوم عنها فهذا شيء طيب، قال صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه، فيقضون عنها الأيام التي كانت في ذمتها من رمضان. نعم. هذا أبو عبد العزيز يقول شيخ نقوم بتغسيل الجنائز ولا نستطيع الصلاة عليها مع الجماعة في المسجد ونصلي عليها قبل الذهاب بها إلى المسجد، ما رأي الشيخ في هذا الموضوع؟ إذا كنتم مشغولين عن الذهاب إلى المسجد، لكن كيف ما تذهبون إلى المسجد؟ ما تصلون مع الجماعة؟ تذهبون إلى المسجد تصلون مع الجماعة، ولا يكون في وقت الصلاة تغسيل جنائز، فتذهبون وتصلون مع الجماعة ثم ترجعون لعملكم. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخ. هذا أرسل بمجموعة عن حكم تعدد صلاة العيد في البلد يا شيخ. عند الحاجة لا بأس، إذا كان البلد متباعد الأطراف ويحتاج كل طرف من البلد إلى مصلى عيد دفعا للمشقة فلا بأس. نعم. فقرته الثانية يقول هل يشهد للرجل بالإيمان بمجرد اعتياده المساجد؟ ورد في هذا حديث لكنه ضعيف، قال صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاسألوا له بالإيمان، والله جل وعلا قال إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة، فيرجى له إذا رأيتم الرجل يألف المساجد ويتردد على المساجد لصلاة الجماعة فأحسنوا به الظن وأرجوا له الخير. نعم. أبو بدر من القصيم، تفضل يا أبو بدر. السلام عليكم. السلام. السلام. أقول يا الشيخ الله يجزاك خير، عندي سؤالين للشيخ. تفضل تفضل. السؤال الأول الله يجزاك خير، أبوي تسلف منه فلوس، سامع؟ تسلف منه فلوس، سامع؟ وبعد ما تسلف منه طول عمرك هو على قيد الحياة، قلت أبعطيك إياهن، سامع الكلام؟ قال لا لا تعطيني الحين، لي ثلث عليك. وابوي توفى، يوم توفى لي وزع كل شيء علينا، ما بقى الله ثلث اللي هو يقول ثلث لي عليك، انا كيف اسوي به؟ طيب راجع يا اخي القاضي، راجع المحكمه. طيب. واسال عن هذا عن سؤالك، راجع القاضي عندكم. شكرا. وأخبره بما قال لك والدك واتبع رأي القاضي في ذلك. نعم. هل يجوز يا شيخ كتابة آيات من القرآن الكريم مثل آية الكرسي على أواني الطعام أو الشراب لغرض التداوي بها؟
الذي ورد أنها تكتب الفاتحة، تكتب الفاتحة والإخلاص والمعوذتين ثم تمحى بماء طهور وتشرب، هذا الذي ورد. وإذا كتب آية الكرسي فإنه لا مانع من ذلك، لأنها أفضل، لأنها أعظم آية في كتاب الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم الشيخ صالح، يقول إذا ورد في الشريعة الأمر بالشيء على وجه العموم ثم قيدته بزمن معين حتى لا أنساه، فهل عملي صحيح؟ الأمر لا يقيد إلا بدليل، ما يحدد بوقت إلا بدليل، وإلا فالأصل أن الأمر على الفور يبادر به، إلا بدليل على تأخيره أو توقيته بوقت، لابد من الدليل على ذلك. نعم. تفضل يا علي من الرياض. السلام عليكم. عليكم السلام. بشر الشيخ الله يعين. أنا يا شيخ عندي دائما غازات أوقات الصلاة، ماذا أفعل يا شيخ؟ إذا كانت دائما معك، تخرج دائما بصفة دائمة، فإنك تتوضأ، فإنك تتوضأ. اسمع الشيخ يا أخي، يا أخي اسمع الله يهديك. إذا كان خروج الريح مستمرا معك فهذا حدث دائم، فإنك إذا حانت الصلاة تتوضأ وتصلي في الحال ولو خرج منك شيء أثناء الصلاة، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وتكرر الوضوء مع كل صلاة. نعم. أحسن الله إليكم. شكرا. إذا كان الشخص مسافر وعنده نية القصر والجمع، فهل يجوز أن يكون إماما في الصلاة؟ نعم، المسافر الذي يقصر الصلاة يأم الحاضرين، يجوز أنه يأم الحاضرين، لكن يخبرهم لأنه سيقصر الصلاة فيتمون لأنفسهم إذا سلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أهل مكة أتموا لأنفسكم فإن قوم سفر. نعم. له فقرة أخرى شيخ صالح، يسأل عن حكم من لم يأخذ بالرخص في السفر في ظل وجود السيارات والطائرات اليوم وقصر المسافات. الأخذ بالرخص سنة، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، فالأخذ بالرخص سنة، وإذا لم يأخذ بها فلا شيء عليه، لكن لا يتكلف، يكلف نفسه، الله وسع عليه، فكونه يعمل الرخص عند الحاجة إليها أفضل. نعم. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، هذا يسأل بعض الفقرات عن حكم دخول الخلاء أو دورات المياه ومعه أوراق أو فيها شيء من ذكر الله أو لفظ الجلالة. إذا كان ما يخاف عليها ولا يحتاج إليها فإنه يضعها قبل أن يدخل في مكان يحفظها فيه، فإذا خرج أخذها. نعم. أبو رائد من بيشة، تفضل معنا أبو رائد. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. عندي سؤالين لو سمحت يا ولد الشيخ. تفضل. السؤال الأول، والدي قبل يمكن 15 يوم حولها توفى رحمه الله وجميع موتى المسلمين. آمين. والدتي وعمتي جنبي بجوار بيتي على طول، هل يجوز في المناسبات في الليل يجون عندي في البيت، بيت جنب البيت؟ السؤال الثاني، جالي مولود وأنا أول ما تزوجت، مولود عمره 9 شهور يعني وافي، ومات في المنفذ، هل له تمائم أم لا؟ طيب. نعم. يقول والده توفي قبل 15 يوما، يقول والدتي وعمتي بقربي، هل يأتون إلي للتعلل وزيارتي في بيتي؟ هذا في النهار، يأتون في النهار، أما في الليل فيبقون في بيوتهم التي توفي وهم فيها، يبقون فيها في الليل، أما في النهار فيجوز أن تخرج المحدة لحاجتها نهارا لا ليلا. نعم. يقول عنده مولود مات في 9 شهور وهو في النفاس، يقول هل له عقيقة؟
نعم يستحب له عقيقة ويستحب تسميته ويجب تغسيله وتكفينه والصلاة عليه، دفنه في مقابر المسلمين لأنه صار إنسانا. نعم ونفخت فيه الروح فيأخذ حكم الجنازة. نعم. أبو علي من الطائف، تفضل أبو علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال طال عمرك. ارتداد يا أبو علي. أبو علي أبو علي لو سمحت تكسر التلفزيون شوي الله يعافيك. ما هو شغال عندي على التكسر مرة. طيب جس. عندي ولد أخويا في الجزائر وهو يبغى عمره وبغى يمر عليه وأنا ساكن في الطائف، وجاء على الخط الجنوب، هل جاز يجي على الخط الجنوب أو يجي على خط الساحل؟ طيب شكرا. هذا السؤال الأول. طيب السؤال الثاني، عندي زوجتي تعبانة شوية وصلي على الكرسي، وبعض السنة نصليها على الكرسي بعض الفروض صليها على عادي. طيب طيب شكرا. نعم نعم يا شيخ. نعم. يقول السؤال الأول، قريبه يريد في جيزان ويريد أن يأخذ عمره ويريد أن يمر عن طريق الطائف، من أين يحرم؟ يحرم من السيل، يحرم من السيل أو من وادي محرم الذي على طريقه في ذهابه إلى مكة، الميقات الذي على طريقه في ذهابه إلى مكة يحرم منه، وهو السيل الكبير أو وادي محرم. نعم. يقول زوجته تصلي ولكن على كرسي، الأجر في هذا يا شيخ؟ إذا كانت محتاجة إلى الكرسي فالأجر تام، لقوله صلى الله عليه وسلم: يصلي المريض قائما فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى جنب. فإذا احتاج إلى الجلوس على الكرسي وجلس عليه لأنه لا يشق عليه القيام، لأنه يشق عليه القيام، فإن له الأجر لأنه ما ترك القيام إلا لعذر، هذا في الفرض. أما في النافلة فيجوز أن يصلي قاعدا ولو كان قادرا على القيام، لكن يكون له نصف أجر القائم. نعم. يسأل عن مواقيت الصلاة شيخ، هل هي توقيفية ومن الذي حددها؟ حددها الله جل وعلا في القرآن: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذه مواقيت مجملة، فصلها الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته قولا وعملا، وبين أن صلاة الفجر عند طلوع الفجر الثاني، والظهر عند زوال الشمس، والعصر عندما يتساوى الشيء وظله، ما يتساوى الشيء الشاخص وظله، والمغرب عند غروب الشمس، والعشاء عند مغيب الشفق الأحمر. نعم. هذا فضيلة الشيخ يقول: يلاحظ على بعض الناس تخطي الصفوف يوم الجمعة، ما حكم ذلك وما الضابط؟ مأجورين. إذا كان هناك فرجة أو فضاء ليس فيه أحد يريدون سد الفرج ووصل الصفوف ولا يكون لهم طريق غير تغطي الرقاب فلا بأس بذلك، لأن الذين في الصفوف هم الذين أخطأوا حيث لم يسدوا الفرج ويواصلوا الصفوف. أما إذا كانت الصفوف متكاملة فلا يجوز للإنسان أن يتخطى رقابهم، بل يصلي في المكان الذي ينتهي إليه ولو خلف الصفوف مع الصفوف المتأخرة، لأن هذا الذي أدركه، ولا يتخطى الرقاب ويتخطى الناس للصف المتقدم، لأن هذا يؤذي الناس وهذا منهي عنه عليه وعيد شديد، الذي يتخطى رقاب الناس من غير ضرورة. نعم. وصلنا هذا السؤال من أبو عبد العزيز من عنيزة، يقول: شيخ، رجل باع ذهبا بالتقسيط على آخر وهما يجهلان ذلك، ماذا يلزمهما بعد علمهما بتحريم ذلك، علما بأن المشتري قد بقي عليه 3 أقساط يسلمها للبائع؟ هذه العملية باطلة والعقد غير صحيح، فعليهما أن الذي عنده الذهب أن يرجعه إلى صاحبه، والذي عنده
النقود أن يرجعها إلى صاحبها ويعقد عقدا جديدا ولا يتفرقان وبينهما شيء، يستلم البائع القيمة ويستلم يستلم البائع القيمة من المشتري ويستلم المشتري السلعة وهي الذهب من البائع في مكان واحد، قوله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد، والفضة بالفضة مثلا بمثل وزنا بوزن يدا بيد، يعني تقابض. نعم. عبد الله من الرياض، تفضل يا عبد الله. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. اخبارك يا شيخ؟ الحمد لله. اسالك رفيع ارتداد. طيب عبد الله اكسر التلفزيون شوي، الله يعافيك. انا بعيد عن التلفزيون. طيب اسالك يا شيخ، ما حكم حلق اللحية؟ طيب شكرا. حلق اللحية حرام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بتوفير اللحى وإرخائها وإرسالها وإكرامها، فلا يجوز حلقها ولا قصها ولا نتفها، بل تبقى على حالتها التي خلقها الله عليها، وهي جمال للرجل، كيف يحاربها ويعاديها إلا من باب التقليد الأعمى للفساق والكفار، لا يجوز له ذلك. نعم. القبور لها حرمتها، يقول: ما حكم تخطي القبور؟ بعض الناس نشاهدهم في المقابر. لا يجوز الجلوس على القبر، ولا يجوز الوطي على القبر، لا يطأ عليه ولا يجلس عليه، فهذا منهي عنه، ويكون إذا احتاج إلى المرور يذهب من بين القبور، يمر من بين القبور. نعم. أحمد من الدمام، تفضل يا أحمد. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. والسلام. شيخ، انا عندي سؤال. انا جاني بريد الكتروني من شركه اجنبيه بريطانيه، انا على بريد العمل على اني ربحت معاهم في سحب، مع العلم انني لم يعني اشترك معاهم في السحب هذا. بعدين لما كلمتهم صبح لي ان هم ياخذون بشكل عشوائي مجموعه شركات، ياخذون الايميلات هذه وبعدين يسوون عليها سحب، مع العلم المبلغ كبير شوي يعني تجاوز المليون. وبعدين لما طالعت في نشاطات الشركه، لها نشاطات في الالعاب هذه الاونلاين، الالعاب، وبرضه ممكن يكون عندها شيئا في الـ في الـ في الـ اللي هو الـ اللي هو الجامبلينج، اللي هم يسمونه زي الميسر يعني، اللي ياخذ فلوس ممكن في الالعاب. هل سؤالي، هل الفلوس هذه اللي تجيني منهم هل اقدر استخدمها حلال او حرام؟ شكرا. هذا يا اخي هو الميسر، ما هو مثل الميسر، هذا هو الميسر. المغالبات لا يؤخذ عليها، والمراهنات لا يؤخذ عليها، والمسابقات لا يؤخذ عليها فلوس، هذا هو الميسر. إلا ما استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم من أخذ الجائزة على ركوب الخيل أو ركوب الإبل لأجل التدرب عليها للجهاد أو الرماية، قال صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. والنصل هو السلاح الذي يتدرب عليه، تعلم عليه لأجل الجهاد في سبيل الله، والخف هو البعير، والحافر هو الخيل. هذه يؤخذ عليها الجوائز في مسابقتها لأنها من وسائل الجهاد، وما عداها فأخذ المال على المغالبات وعلى المراهنات حرام، لأنه أكل للمال بالباطل، وهذا هو الميسر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: يا شيخ، هل للجن تأثير على الإنس، وما طريقة الوقاية منهم؟ نعم، الجن يتسلطون على الإنس بالمس والملابسة ويؤذون الإنس، فالمسلم يتحصن منهم بذكر الله عز وجل وبتلاوة القرآن وبالاستعاذة بالله. نعم. أبو مانع من الرياض، تفضل أبو مانع. السلام عليكم. عليكم السلام. مساك الله بالخير يا شيخ. مساك الله بالخير. الله يجزاك خير. فيه الغالبية العظمى من أئمة المساجد. نعم. لا يجيبون الأذكار بعد الصلاة، بل فيه واحد شاجر مع المصلين بعد الصلاة عندما رفعوا الصوت، مثلا
التهليل والتكبير وقال من جبت الكلام هذا، فأنا توقعت أنها يعني حالة فردية لكنها تكررت في عدة محافظات. طيب شكرا. هذا جهل بالسنة، هذا لا يعرفون السنة. السنة الجهر بالذكر بعد الصلاة، وهذا معروف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة أن 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 انقضاء الصلاة يعرف بسماع الذكر بعد الصلاة. نعم. بهذه المناسبة فضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظكم الله، نود كلمة توجيهية للإخوة المؤذنين والأئمة في المساجد والجوامع. عليهم أن يتقوا الله وأن يتعلموا السنن، وأن لا يتكلموا في مسائل العلم إلا بعلم وفقه في دين الله، لا يتكلمون عن جهل أو تقليد أو مجارات للمتعالمين، لأن المتعالمين اليوم أصبحوا يفتون وأصبحوا يحرمون ويحللون من غير علم ومن غير فقه، وهذا لا يجوز، هذا من القول على الله بغير علم. قد جعل الله القول عليه بغير علم فوق الشرك، قال سبحانه وتعالى: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. نعم. أبو سعود من الرياض معنا على الخط. السلام عليكم. وعليكم السلام. مساك الله بالخير. مساك الله بالخير. عندي ولد معك يا شيخ الله يرضى عليك، وبعدين عمره 30 أبو سنة. سعود لو سمحت اقصر التلفزيون شوي، اقصر التلفزيون. طيب تفضل. أقول عندي ولد معاك عمره 30 سنة ولا يستطيع يصلي ولا يعرف بالنسبة للصلاة وهذا، لكن أجي في الصباح من المسجد وأجي له جالس يصلي لأنه ما يستطيع يخدم نفسه ولا إيش اسمه، فما أدري وش عليه شيء من ناحيته ولا. يا أخي إذا كان عنده عقل وإدراك إنها تجب عليه الصلاة، ويجب عليك أن تأمره بها وأن تعلمه كيف يصلي وكيف يتوضأ وكيف يصلي، يجب عليك تعليمه وأمره بالصلاة. أما إذا كان ليس عنده فكر ولا عنده إدراك فليس عليه صلاة. نعم. ما يعرف يا شيخ إلا إيش اسمه، ما يعرف لا قراءة، وبعدين إذا صلى يتلفت يمين ويسار. علمه يا أخي. وبعدين ما تعلم، وأنا دخلت له ثلاث مدارس يعني من إيش اسمه ولا استفاد منه ولا حتى حرف. طيب شكرا شكرا. علمه أنت يا أخي، علمه، هذا بذمك، علمه أنت وإن شاء الله يتيسر الأمور. نعم. يسأل يا شيخ هذا عن الشفاعة وما أقسامها وما هو المنصوص عليه من هذه الشفاعة. الشفاعة عند الله على قسمين: شفاعة بحق ومأذون بها، وشفاعة بغير حق وهي محرمة. فالشفاعة المأذون بها هي التي يتوفر فيها شرطان: أن يأذن الله جل وعلا للشافع أن يشفع، وأن يكون المشفوع فيه من أهل الإسلام ومن أهل التوحيد، قوله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. لمن يشاء هذا الشرط الأول الإذن، ويرضى هذا الشرط الثاني أن يكون المشفوع فيه من المسلمين ولكن عنده ذنوب فيشفع فيه، وفي يوم القيامة قد يدخل بعض المسلمين النار بذنوبه فيشفع له بخروجه من النار. هذه الشفاعة الحق. وأما الشفاعة الباطلة فهي الشفاعة التي تطلب من الأموات أو من الأضرحة أو تطلب من الأشجار والأحجار، كما قال جل وعلا: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: أراد أبي السفر وقت صلاة العصر حيث صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا في البيت ثم سافر. لا يصح منه الجمع، صلاة الظهر صحيحة ولكن صلاة العصر لا بد من إعادتها، لأن رخص السفر من الجمع وغيره ما تبدأ إلا عند الخروج من عامر البلد،
إذا خرج من عامل من عامل البلد بدأ السفر والأخذ برخص السفر، أما ما دام في بيته أو في البلد فإنه ليس مسافرا ولا يأخذ بالرخص. نعم. يسأل أيضا يا شيخ عن حكم التسخط إذا نزلت بالإنسان مصيبة أو نازلة. حرام، التسخط حرام، والنياحة ولطم الخدود وشق الجيوب من أعمال الجاهلية، والواجب الصبر عند المصائب، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فالمصائب تحتاج إلى الصبر واحتساب الأجر من الله، وأما إظهار الجزع بقول أو بفعل فهو حرام ومن فعل الجاهلية وكبيرة من كبائر الذنوب. نعم. أحسن الله إليكم. بعض الضيوف يا شيخ يقول إذا حل به ضيف، جاءه ضيف زارتنا البركة أو حلت علينا البركة أو ساعة البركة، من باب التفاؤل وأما التبرك بالأشخاص أو بالأشجار أو الأحجار لا يجوز، لكن هذا يقولونه من باب التفاؤل، والتفاؤل طيب. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ صالح وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الأمة الإسلامية. أجاب مشكورا على أسئلتكم واستفساراتكم في لقاء الأربعاء فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لشيخنا الكريم، وشكرا لزملائي الذين أخرجوا هذه الحلقة في مكتبة الشيخ في منزله، وأيضا معي في الاستوديو بقية الزملاء. هذا زميلي مخرج هذه الحلقة ناصر البقمي، يتمنى لكم أوقاتا طيبة وعامرة بذكر الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.